Men jag har inte en stor Google, en europea Google AdSense, kan man faktiskt gå in och aktivera. Jag har inte Google AdSense. كان ورق عليها كان نسيفتو كنديرو روشيرش خرج ليك هاد الباج هادي كتورك على هاد الكلمه الثانيه هاد هو الاسنس كيخرج ليك بحال هكا شنو نديرو سيكو خرجنا هاد الباج هادي هاد الباج هادي كتورك على هادي باش ما يمشي ليك كدير بايمون خاص يعني ما يمشي ليك الاسنس ديالك كيعطوك هاد الباج هادي كدير فيها المعلومات الصح ديالك يعني دير داكشي يكون مربوط لي عندك في لاكارت لاسونا ديالك الانيا غادي نكتب الاسم ديالي هنايا وانتوما غتكتبو الاسم ديالكم والنسب يكون داكشي صحيح المهم كما كتشوفو معنا هنا الاخوان هنا كتكتب الاسم ديالك وهنا كدير الادريس يعني بلاصة كتسيفن ديال الادريس اللي عندك في لاكارت لاسونا ديالك يعني خاص داكشي يكون مضبوط باش ملي تبغي يجيك واحد الكود ديال لاتين في الدار ما يلقاوش عندك شي غلط ولا ما يعرفوش البلاصه اللي سيكون فيها المهم اخوان انا غادي نكتب هنا العنوان ديالي يعني البلاصه اللي ساكن كما كتشوفوا هنا ندير حي الزيتون اكادي تيكيوي ندير هنا اكادي يعني واحد كيمشي للبلاصه اللي ساكن هو يعني العنوان اللي عندك في لاكارت اسيونا ديالك كما شفتوا هنا كتبوا العنوان ديالي نتوما تدخلوا العنوان ديالكم ف هاد لين الثاني يعني لتحت الفوق ديال العنوان وكتهبط لهاد التحتانيه هادي كما شفتوها انا هبط ليها هادي كدير فيها نديرو فيها بو يعني غنديرو فيها النمرة ديالنا شوف بو نديرو بو كونتاكتي ابو نيميرو نديرو ابو شو أغوني ميلو وغادي نديرو قدام غنديرو النيجاتيف ديالنا حنا ديال البلد ديالك غدير النيجاتيف ديال البلد ديالك وغدير النيميرو ديالك تكون صحيحة النمرة اللي راك مخدم يعني ما يبقاش معاك شي مشكلة في النمرة غدير النمرة ديالك هنا كيما شفتو كتكتب النمرة ديالك الإخوة نتوما تدخل النمرة ديالكم كيما شفتو غادي تهبطو للثانية اللي مكتوب فيها كود بوستال كود بوستال كل واحد يمشي يشوف كود بوستال ديال البلاد ديالو يعني انا غادي ندير مثال هنايا نتوما تدخل بالكود بوستال ديال المدينه ديالك انت انا غادي ندير كود بوستال ديال المدينه ديالي ديال 1280 الف مشيت انا عرفت دبل كود بوستال هو هذا ديالنا لا خطيت في الاخوان عفوا هو هذا 80 الف نتوما غديرو الكود بوستا ديالكم هنا فيلي هنا غدير البلاصة فين دا ساكن انا غندير البلاصة فين ساكن هنا ونتوما كذلك غتبقو البلاصة فين ساكنين نتوما الفيلا هاديك يعني كل واحد و المدينة ديالو ها كازا مراكش يعني كل واحد فين ساكن كتجي عاوتاني هادي كدير فيها النيجاتيف و النيميرو ديالك ضروري دير فيها النيجاتيف ديالك الا مدرتيش النيجاتيف ما كتقبلش ليك غندير هنا زائد 212 غادي نكتب 6 ونكمل النيميرو ديالي نتوما كذلك غديرو نيجاتيف وغتكملو النيميرو ديالكم ونتمنى يعجبكم الاخوان الفيديو والفيديو الجاي ان شاء الله ندير لكم احسن كتجي لهنا كتاكد من المعلومات ديالك ياك ما نسيتي فيهم شي حاجه ياك ما كاين شي غلط عندك المهم كتاكد من المعلومات ديالك كاملين مزيان بلي ياك ما عندك شي خطا ما نسيتي شي حاجه كتهبط لتحت الاخوان كتورك على هاديك فاليدي كيما شفتو هي لتحت المهم تحقق من المعلومات ديالك يكونوا مضبوطين 100% ما يمكن حيت الا درتي شي غلط ما غاديش يوصلك والو كتورك على هاد الفاليدي هي كيما شفتو لتحت يعني حطيت لكم على السوري شفتوها ان فوا كتورك على ديك فاليدي كيلوحوك لواحد البلاصه اخرى باللي راه كيقول لك باللي راه لاتسنس ديالك تقبل مبروك عليك كنتمنى يعجبكم الفيديو الاخوان ومني كتقبل لك الباج ديالك بلي راه سميتو عندي كونيكسيون الاخوان ثقيل واحد شويه سمحوا لي ملي كتقبل لك الاسنس ديالك كيعطيك بحال هكا هذا هو الاسنس كيدوز واحد 3 سوايع 4 سوايع اوتوماتيكمون ملي كيدوز هذيك 3 السوايع 4 السوايعات كيطلع لك ديك الساعه كيطلع لك بحال هكا يعني الاصفر هنايا والدرهم قدامهم ديك الساعه كيمشي يجمع 10 دولار اللي هي 100 درهم مغربيه كيبقى طلع لك هنايا وصيفط لك واحد الكود